خليني اقول لحضراتكم ان في موقف بسيط حصل امبارح. كان طبعا لاعب النادي الاهلي وجون النادي الاهلي عبد الرحمن حميد، ده جون النادي الاهلي واحسن لاعب واحسن جون في بطوله الشباب اللي فاتت، يمكن احسن لاعب، احسن جون في العالم في سنه الحقيقه، ده لاعب النادي الاهلي. وايضا لاعب نادي الزمالك حسن وليد قداح، كان في حوار تلفزيوني مع وزير الشباب والرياضه، وفي الخلفيه الاثنين اللاعبين، كان يمكن حميد مشغول شويه في الموبايل، جه حسن من وراه بيهزر معاه، خبطه خبطه على كده قفاه. فطبعا انت عارفين اللعيبه في المعسكرات وفي الاحتفالات بيبقى فيه هزار بينهم من بعض، واحنا كنا لعيبه وعارفين الكلام ده. طبعا الموضوع اتاخد وتصدر، وطبعا الناس بقى قالت لك الحق ده لعيب النادي الاهلي بيضرب لعيب نادي الزمالك بيضرب لعيب نادي الاهلي على قفاه، وانتوا عارفين بقى القصه، ودخلنا في حته يعني الحقيقه معرفش، انا مش عارف يعني خليكم فايقين وصاحيين، لان الدنيا بتروح في اتجاه اول مره نشوفه في الرياضه. خليني اقول لحضراتكم انه حسن نفسه نزل اعتذار على صفحته، يا حبيبي ما انتش محتاج تنزل اعتذار، صدقني احنا فاهمين كويس قوي اللعيبه بينها وبين بعض بيبقى في كده، وبيهزروا مع بعض، وفي اكتر من كده كمان، اللعيبه صغيرين، واحنا كنا لعيبه في منتخبات، والحقيقه كان بيحصل بينا وبين بعض اكتر من كده، ما انتش محتاج تعتذر. قال ايه يعني حسن؟ قال لي على صفحته، قال انا وحميد اخوات وده كان هزار، ما يقللش من حد فينا، بلاش نضخم الامور، كلنا منتخب مصر وعايزين الكل معانا في كاس العالم. صدقوني الموضوع خد اكبر من الحجم، وما زلنا حتى الان في ناس بتاخدنا وبتتعمد تحط البنزين على النار عشان الدنيا تولع. صدقوني الرياضه عمرها ما كانت كده، عمر ما كان الاخلاق او كان التعامل في الرياضه كده، ولا كان، وده يعني وده اتجاه، دي طبعا اللي حضراتكم شايفينه، ده اعتذار طبعا حسن وليد قداح لاعب نادي الزمالك، والله يا ابني ما انت مش محتاج تعتذر وتنزل حاجه على صفحتك، احنا فاهمين كويس قوي، ولكن للاسف عن تعمد دايما بياخدوا الرياضه في حته، يعني للاسف اول مره نشوفها في حياتنا.